والله إذا أنت حاملة حاجة يعني ده فيها قلق ليكي وناس هتكلمك ويعني مش خايفة من كل ده من أجل المبادرة. أصل الناس اللي مثقفة وبتقرأ ما بيكونوش أي حد، يعني حتى في المبادرة دي الجانب الإنساني اللي أنا لمسته كمان مع الناس كان عالي جدا. طبعا هو الهدف كمان إن لو في ناس تحب إنها تقرأ، لكن ما فيش فلوس ما فيش مشكلة، ممكن تاخد كراتين كتب من عندي غير ولا مليم، وبنوصل جميل. الكتب في شنط قماش عشان احنا عليك. ضد البلاستيك. بنتعامل مع مين؟ احنا مين؟ يعني اكيد مش لوحدك، لا انت احنا. طب ربنا يعافيكي، انا فخوره بيكي. طب بصي، عندي صور كده بتنزل دلوقتي، تقدروا تحطوها لنا استاذ فادي كمان على اليمين كده عشان نشوفها انا والهانم. احنا الصور كنا دي عملنا معرض لصالح مؤسسه اسمها ستوب لعنتر. لا دي ايه بقى؟ وزاره الصحه، الوزيره كتر خيرها بعتت لي عربيتها الشخصيه من عربيات الموكب. حي الوزيره، حييها. حقيقي نشيطه جدا جدا. كان في واحده جميله اسمها ياسمين عامله مبادره كده تبع ركن الياسمين، اول ما حطت ما فيش 10 دقايق رديت عليها عايزين نبعت كتب للناس اللي في العزل. الله الله الله. فقلت لها عندي كميه كتب محترمه ما تقلقيش. والحقيقه طب افهم بقى يا محترمه بتقصدي ايه؟ هل هي ترجع الى امهات الكتب مثلا؟ هو طبعا في شروط معينه للكتب. انا عايزه اقول لحضرتك الدكاتره اللي كانوا بيستلموا الكتب اشرفوا على كتاب ان هو يوافق الحاله النفسيه المرضى هيكونوا فيها، يعني لا حاجه رومانتك قوي، ما فيش حاجات بوليتيكال قوي، ما فيش حاجات تشد الاعصاب. في نفس الوقت صفوه تبيع الكتب المستعمله لعلاج مرضى الجذام. القراءه امل. حلوه 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 الافكار بتاعتك، عجباني جدا. فتاني يوم او بعدها بيومين بعد ما حضرت الكتب على العربيه جت لي لحد تحت باب بيتي، ودي ما كانتش اول مره. المره اللي وراها جت لي دكتوره في رمضان الساعه 9 بالليل وقالت لي على فكره انا ساكنه في الشيخ زايد، البنت جايه لي من القصر العيني ومروحه بعد كده اخد الكتب ومروحه بعد كده على مدينه نصر. ما شاء الله. وعارفه طب بصي صفوه، انت اللي جبتيه لنفسك مش انا. هم فوق مش حاطين مش واخدين منك المعلومات بتاعت الصفحه بتاعتك. رقم تليفونك اكتبوا، جيبوا ورقه وقلم، هنكتب رقم تليفون هنهريها كتب. عينيا الاثنين. يا سلام يا سلام، تحت امركم اكيد. بس المبادره والبيج، مش كل الناس بيفهموا بالمبادره والبيج، في ناس بتوع ورقه وقلم وتليفون عشان يكلموك. وده احلى حاجه، ما هو انا كمان مش بدي كتاب للناس وبنمشي. طب قولي رقم التليفون. 012-2-37-11-86. لا بالراحه كده. طيب 012-2-37-11-86. تمام. احنا الاهميه في التليفون هو انه انت بتعملي حاجه خيريه للناس وتوزيع الكتب. وانا شخصيا هتصل بحضرتك، عندي شويه كتب شرف. هي يعني في ازدواجيه، عندي من كل كتاب 2. بسم الله ما شاء الله. باقي الكتب دي هي اللي اقدر اديكي واحد منهم، غير كده انا تحت امرك. انت عارفه في عندي كتب نادره مش كتير، شويه، فعندي اصدقاء بيقروا، فبقول لهم تعالوا اقروا عندي في المكتب، عامله مكتب صغير في البيت، بس ما بديش كتب لحد، بخاف. هو الصراحة أنا يعني لما حد بيقولي كده أنا بقوله بص، هي الكتب زي الذهب، احتفظ بيها طالما إنك مش هتستغنى عنها. لكن يعني مثلا حد يقولي طب استلف الكتب، بقوله أنا كتبي ما حدش بيستلف، ما بسلفش كتبي لحد، أولا ما بترجعش، وبعدين أنا ليا طريقة محترمة في التعامل مع الكتاب بتاعي، أنا ما اضمنش اللي بعدي هيعملها إزاي.